إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فليس أفضل في مجلسنا هذا الذي نستأنف فيه مجالس القرآن الكريم، لا أفضل من أن نتحدث عما ينبغي أن نتحدث عنه وبه من الاجتماع على ذكر الله جل وعلا، الذي هو أساس اجتماع المؤمنين من أجل الإيمان ومن أجل تقوية سيرهم إلى الله جل وعلا وتسريعه وتثبيته أيضا. فالمؤمن إذن كلما انقطع أو طال عهده في بعده عن مصادر الخير والتلقي عن الله جل وعلا، إلا وأصابه الفتور في قلبه والضعف والوهن في إيمانه. ولذلك لا بد للمؤمن من أن يديم التزود من كتاب الله جل وعلا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بكل المعاني وبكل الوسائل المشروعة، لأن عدم التزود والانقطاع البعيد المدى أو الطويل يؤدي قطعا إلى الفتور أو إلى الانقطاع عن التعبد والتدين والعياذ بالله. وواضح جدا قول الله جل وعلا: أميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله جل وعلا بمقتضى هذه الآية يذكر سبب فساد بني إسرائيل وسبب ضلالهم وفسقهم وقسوة قلوبهم، إنما كان بسبب طول الأمد، يعني طال العهد بينهم وبين الكتاب الذي أنزل عليه الذي هو التوراة. وكذلك وقع للنصارى بعد، أي طال العهد بينهم وبين كتاب ربهم الإنجيل، ثم أيضا طال العهد بهم وهم على حال الانحراف. فكل هذه المعاني هذه كتخلي الإنسان إذن إن لم يرجع إلى الله عز وجل للتذكر والتزود، فيطول العهد بينه وبين الكتاب، ويطول العهد به وهو قائم على المعصية، يصعب عليه جدا أن يتوب أو أن يؤوب إلى الله عز وجل. لا نقول يستحيل، ولكن يصعب، لأنه يجد مشقة كبرى في الإقلاع عن المعصية وفي العودة إلى الصلوات وإلى الأوقات وإلى الالتزام بما هو ملتزم به بكتاب ربه جل وعلا. لأنه الإنسان لما كيولف وضعية الاسترخاء والتباطؤ والتساقل، كيصعب عليه عودي شد المنهج القائم على العزيمة والسير الحثيث إلى الله جل وعلا. لذلك إذن لم يفتأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه والأمة الإسلامية بعدهم جميعا إلى يوم القيامة، يأمرهم بإدامة الذكر في وصيته عليه الصلاة والسلام. من سأله في هذا الشأن فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني هذا التعبير بالرطوبة، يعني رطب، شي حاجة اللي ما يبسش، حل واحد الفسيلة، يعني شجرة صغيرة نبتة على جنب الماء، فدائما هي كتشرب، ولذلك كتكون غضة طرية ديما عندها النداوة والطراوة بسبب ما فيها الحياة مستمرة، لأن العروق ديالها مضروبين في الماء. فكذلك العبد الذاكر إذا كان يذكر ربه جل وعلا فكأنما هو شجرة مد عروقه في الماء باستمرار. لا يزال، هذا التعبير هذا في العربية كيدل على الاستمرار،
لا يزال لسانك أرطبا باش سبب من ذكر الله جل وعلا. ولذلك فعلا الإنسان بمفرده ضعيف شيء طبيعي، لأن الإنسان كده يعيش بوحده ويقول غادي نذكر الله عز وجل، غادي نقرأ القرآن، غادي نفعل، غادي نترك، فهذا الأمر قد يصح منه وقد لا يصح، ولكن الغالب والراجح كثير من الأحوال أن الإنسان يضعف بنفسه، فإن لم ينقطع فعلى الأقل يصاب بالفتور. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى فرض علينا الصلوات الخمس في أوقات معينة، وجعل لها قوالب ديال الجماعات بالأذان بصلاة الجماعة، حتى إن بعضهم قال بوجوب صلاة الجماعة، مما يدل على أنه كاين واحد الوسائل في الدين ديالنا اللي كتجمع الناس باش ما يبقاش كل واحد بوحده. وكذلك إذن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يدوم على ذكر الله جل وعلا لا بد أن تكون له ملتقيات مع إخوانه المؤمنين لا يطول العهد بينه وبينهم. هذه الملتقيات كي يتعاون المؤمنون بعضهم مع بعض لإقامة شيء من ذكر الله جل وعلا، كما في حديث الصحابي الجليل اجلس بنا نؤمن ساعة. فإذن هذه المجالس عندها واحد الفائدة كبيرة جدا، فقد كانت عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أول من سماها بمعية رسول الله وبإرشاده عليه الصلاة والسلام، يعني كتخلي القلب مطمئن ومؤنس، يشعر بالأنس ويشعر بالقوة أيضا، كما في الحديث المؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه. ولهذا السبب إذن يعني كان هذا المجلس المبارك الآن المقصود منه التذكير بأنه ينبغي فعلا أن لا ينقطع هذا الخير، خير مجلس القرآن، حضر فلان أو غاب لا يهم، المهم المجلس استمر. فلذلك إذن لأنه العبد يعني إذا مستمر ويعني مجلس القرآن الكريم يعني علق بحضور شخص معين، فهذا الأمر هذا في الحقيقة ما ينبغي أن يكون، لأنه كما ذكرت مرارا وتكرارا يعني الشرط الوحيد اللي خصنا نعلق عليه نجاح المجلس القرآني هو القرآن نفسه. القرآن موجود بين أيدينا، المصاحف موجودة، فنقرأ من كتاب الله ما تيسر ونتدارس الآيات فيما بيننا، يمكن نستعمل تفسير، يمكن يعني نتعامل جميعا، كل يدلي بدلوه، كل يعني يتساءل، فإذا وقعت معضلة أو مشكلة هنالك فعل يطلب أهل العلم. لكن إذا كانت المعاني العامة واضحة وأغلب القرآن الكريم هو من هذا القبيل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني في الحقيقة ما ينبغي أن ينقطع الخير، ولا بد يعني من الاستمرار في مجالس القرآن الكريم، لأن كتجمع الإخوان وتألف بين القلوب وتحل أبواب ديال التناصح، ممكن مؤمن الآخر صاحبه وخوه، ماشي غير في المجال ديال الدين، في مجال الدنيا أيضا، لأنه الدين ديالنا الحمد لله يشمل العبادات ويشمل العادات من تجارات وكل ما يتعلق بسائر العقود المالية والعلاقات الاجتماعية، كل ذلك في مثل هذه المجالس تصبح يعني المجموعة التي تجلس إلى كتاب الله وتتدارسه تصبح كالأسرة الواحدة. هذا هو نفسه يتحقق بيننا، وإذا ما يغيب بعضنا على بعض يعني المفروض أنه يعني المؤمنون يعني بعضهم كيتوحش لبعض الآخر، يعني يشتاقوا إلى أخيه من أجل أن يجلس إلى مثل هذا المجلس، يذكر الله عز وجل ويتذكرون ويطردون الشيطان من مجمعهم ومجلسهم ويسقلون القلوب، القلوب كتعود تسقل من جديد من أجل أن تستفيد من كتاب الله جل وعلا بعمق وبقوة، ومن أجل أن تستيقظ يعني حاسة ذوق الإيمان، يعني حلاوة الإيمان بدأ يشعر بها الإنسان، وأيضا ذاك الشوق إلى المساجد وإلى الجماعات والصلوات والأذكار وقيام الليل وكل هذه المعاني اللي تكلمنا عليها يعني مرارا وتكرارا، راه باجتماع المؤمنين بعضهم إلى بعض ومع بعض باش كتعاود تحيا في القلوب وكتقوى، لأن يعني التنافس في الخير إنما يكون بالجماعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني واش يمكن يكون الإيمان ديال واحد الساعة ديال اللحظة؟ فهو المقصود هنا بالإيمان يعني ذلك الإيمان الذي يزيد وينقص، لأن يعني الإيمان عنده جوج المعاني، المعنى الذهني أو العقدي، هذا لا يزيد ولا ينقص، يعني كان أمن بوجود الله سبحانه وتعالى، كان أمن بالملائكة باليوم الآخر، هذا لا يزيد وينقص. ولكن الإيمان اللي فيه المعنى ديال يعني الشعور ديال العبد والإحساس دياله بهذه المعاني الغيبية حضورا وغيابا، هذا كيزيد وينقص.
يعني واحد اللحظة كيكون عندي مثلا يعني الشعور ديالي بمعية الله قوي، أو كيكون ضعيف حينما يغفل العبد، فهذا يزيد وينقص قطعا. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه كيكون الشعور ديالو برقبة الله ضعيف إلى درجة الإنعدام في ذيك اللحظة. ماشي معناته راه كافر، لا ليس بكافر، ولكن يعني الإيمان يعني بمعنى الإحساس، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا في ديك اللحظة عنده فيه صفر. ولذلك المؤمن لما كيجلس مع أخوه المؤمن في واحد المجلس ديال الخير وقع التذاكر، كتحيا الروح الإيمانية في القلب وتقوى تقوى تقوى، ولذلك قال له يجلس بنا نؤمن ساعة. هذا هو المقصد الأساس منه، هو اللي كنا نيت كنتكلموا عليه بشكل بين، والله أعلم. يعني هذا في الظاهر فعلا، هناك من يعني من كان يظن هذا العكس تماما، العكس. معجزة رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أقوى المعجزات على الإطلاق، لأنه الإنسان شنو كيجي لباله لما كيذكر المعجزة، لما كيذكر المعجزة يعني الانطباع اللي عند الناس وأغلب الناس هو يعني الخوارق ديال العادات، يعني كعصا موسى وكإبراهيم الأكماهي والأعمى والأبرص عند عيسى عليه السلام وإحياء الموتى إلى آخره إلى آخره، ومعجزة إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني هذه المعجزات هذه يعني القيمة ديالها إذا قورنت بمعجزة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هي القرآن الكريم، يعني لا تكاد تساوي شيئا آنئذ عند هذه المقارنة. علاش؟ لأن هذه المعجزات التي يعني هي حق من الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك، هي كتعلق بالزمان والإنسان ديالها فقط. حال عصا موسى، عصا موسى أولا خدامة غير في يد موسى، حتى في ذاك الزمان لو أنه يشدك العصا شي واحد آخر ما دير له والو، كتولي عصا والسلام. بينما يعني أسرارها حينما تكون بيد موسى، ها واحد. الأمر الثاني أنه انقطعت فائدتها بموت موسى عليه السلام إلى يوم القيامة، انتهى. وكل المعجزات اللي هي من هذا القبيل هكا دايره، غير يموت مولاها ذاك الرسول كتمشي بحالها ما كتبقاش. بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده أشد وأقوى من عصا موسى اللي هو القرآن الكريم اللي ربي تعالى كرمه به وكرم هذه الأمة به، ومن الأشياء العجيبة جدا في القرآن الكريم فيه الخصائص اللي ما كانت في الكتب السابقة. وأبرز هذه الخصائص أن حتى هذه الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم إلى آخره هي كتب أنزلت في قبائل، يعني هادو بني إسرائيل، هادو فلان، هادو عاد، هادو ثمود، قبيلة. فلما كتموت هذه القبيلة أو كتنقرض قيمة الكتاب تنتهي وترفع بركته، الله عز وجل يسلط عليه عباده وهذو كيحرفوا هذو يبدلوا يبتليهم به. ولكن جاء القرآن جامع مانع لكل خير سابق ولكل خير لاحق. ثم يعني التأثير ديال عصا موسى وهذوك المعجز كلها كاين في القرآن الكريم، كاين في القرآن الكريم إبراء الأكمى إبراء الأعمى، يعني ديك الأشياء العجيبة الغريبة كلها في كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم. لكن حينما تكتشف أسراره اللي ربي تعالى فتح له البصيرة دياله وقراه بعمق وبقوة ديال الاتصال المباشر بالله جل وعلا، فحينما يقرأه العبد بهذا المعنى، معنى التلقي، كنا تكلمنا عن المعنى ديال التلقي، وإنك لتلقى القرآن، يعني تلقي القرآن الكريم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العبد لما يبدأ يقرأ القرآن ويحس بأنه نازل من عند الله عز وجل ويقع كلامه سبحانه وتعالى من قلبه موقع النور، هذه اللحظة هذاك العبد أنا إذن يكون له بفضل القرآن الكريم اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى ونور ديال الله سبحانه وتعالى، يكون له من الخواص ما لا يكون لأي إنسان في ذيك اللحظة. ولذلك هذاك الصحابي الجليل دابا واحد عضى الحية بصورة الفاتحة، وهذه غريبة من الغرائب، بصورة الفاتحة لما كدوي بها واحد عضى الحية يعني تحيي الموتى، لأن عضة الحية مفروض يكون مات لكنه أنقذهم من الموت بفضل الله عز وجل. وكل هذه الأشياء وبزاف ديال الناس وقعت لهم عجائب وغرائب مع القرآن الكريم حينما تصدق النيات وتخلص لله عز وجل وتصفو السرائر. والشيء الأعجب من هذا كله أن القرآن يفضل الكتب السابقة والمعجزات السابقة كلها، فكون التأثير دياله ماشي غير لما يكون بيد سيدنا محمد، لا عليه الصلاة والسلام يكون عند أي واحد، عند أي واحد. احنا تكلمنا بأن يعني المعجزات الأخرى قيمتها مع الأنبياء ديولها أو الرسل ديولها، بينما قيمة القرآن مع سيدنا محمد وبعده
الى يوم القيامه قيمته باقيه فيه واسرار ديالو باقيه فيه لانه كلام الله الخالد السرمدي يعني ما كيموتش ما كينقرضش. ولهذا لهذا القران الكريم راه واحد الكنز عظيم جدا. كاينش ما كاينش هذا المعنى ديال يعني المعجزه ديال سيدنا محمد اقلش انا نحشى ابدا، بل هي اعظم المعجزات على الاطلاق. وفي القران الكريم صوروا ايات لم ينزل قبلها قط، والذي نفسي بيده ما انزل في التوراه ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها، اي سوره الفاتحه، وكذلك ايات الكرسي وخواتيم البقره، واحد عدد ديال المقاطع والصور والايات ذكرت بالاحاديث النبويه الصحيحه على انها ما كاينش بحالها نهائيا، وعلى ان فيها اسرار خاصه وقوة ربانيه خاصه. هي في القران كامل الكريم كله، لكن مواضع معينه فيها من السر ما ليس في غيرها، والله اعلم. هذا ثابت في الاحاديث الصحيحه وانا فصلناه في دروس سابقه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي كان يقرا صحيفه من التوراه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لقى النبي صلى الله عليه وسلم يقراها غضب من ذلك وقال والله لو كان موسى حيا بين اظهرنا ما وسعه الا ان يتبعني. يعني موسى براسه اللي كان في الزمن ديال سيدنا محمد ما عندوش الحق يدير شي حاجه ديال الدين ديالو، خصو يتبع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. صحيح. اخر الزواج يمكن لازم يتزوج يا لا ابدا. كاين علماء كبار لم يتزوجوا. بعض العلماء يعني من الاشياء الطريفه اللي وقعت مؤخرا، بعض العلماء المعاصرين رحمه الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح ابو غده سوري الف كتاب سماه العلماء والعزاب، العلماء اللي عمرهم ما تزوجوا، بزاف عدد كبير عبر التاريخ، كثير ديال العلماء ما تزوجوا سبحان الله. ما الظروف ما كانتش مساعده او يعني كان يعني شي مانع من الموانع، ماشي واجب يعني، هو ليس واجبا على الفرد المعين، هو واجب على الامه، يعني يمكن نقولوا واجب كفائي اذا قام به البعض سقط عن الكل، هكذا يمكن نسميه. اما يعني على فلان ولا فلانه يمكن له يتخذ قرار ما يتزوجش، انما ماشي بالنيه ديال الرهبانه، هذا كيولي اسم يعني كيقول لك انا باغي نعبد الله بعدم الزواج، لا هذا باطل. اما واني اعبدكم لله واتقاكم له، وفي الحديث باش ما نطولوا شيء ولكني واتزوج النساء، واتزوج النساء يعني اللي قال انا غادي نقطع الزواج يعني عباده لله، هذه بدعه فعلا. اما ما تزوجش ما مساليش مثلا، ما سالاش كاين ما سالاش يتزوج، ما سالاش ولا ظروف وما مساعداش، ما فيها حتى شي بس نهائيا. بزاف بزاف ديال العلماء ما تزوجوش، لا داكشي كيختلف حقيقيا قليل ولكن كيختلف كيختلف سبحان الله. بزاف ديال الناس كتشوف الناس طبايع طبايع، هذاك صعيب تعمم طبايع. انا شفت ناس اللي سبحان الله كاع ما مسوقه الفتنه كاع ما مسوقاش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.